شيخ أسألكم عن النتاج المؤلفات. ما مؤلفات، هي مولفات، هذه مجرد تجميع فقط، تحطيم التجسيم، رحلتي إلى الحق، صلاة الإباضية من خلال الآثار المرضية، وموكب القراء في تاريخ المذهب منذ عهده صلى الله عليه وسلم إلى وقت الناس هذا، وتفسير نداءات الرحمن مستخلصة من التيسير والهميان لقطب الأئمة رحمه الله تعالى، ورسائل أخرى ليست بذاك. أسألكم عن هذا البحث، موكب القراء، ما فكرته؟ موكب القراء كما قلت هو يتتبع تاريخ الأصحاب رضوان الله عليهم منذ عهده صلى الله عليه وسلم، وهم من عرفوا بالقراء في زمانه، ثم في زمان أبي بكر، ثم في زمان عمر، ثم تحولوا من القراء إلى الخوارج في خلافة عثمان وفي خلافة علي، ثم في عهد بني أمية تحولوا من خوارج إلى إباضية. فالإباضية ارجع إلى عهد الخليفتين تجدهم القراء، الإباضية ارجع إلى عهد عثمان وعلي تجدهم الخوارج، ارجع قبل ذلك إلى عهد أبي بكر عمر، قبلهم عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد القراء، ثم تحولوا خوارج، ثم تحولوا إلى ما تحولوا فكريا، اللقب، اللقب تحول القراء، حتى في البخاري باب في القراء من أصحاب رسول الله، يعني الإباضيين مذكورين في البخاري لكن باسم القراء، القراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك وابن حجر والعيني وابن تيمية وغيرهم قال القراء هم الذين تصدوا للعلم والتعليم والعبادة والنسك في عهده صلى الله عليه وعليه وسلم. فالقراء اسمهم القراء، الإباضية اسمهم القراء في عهده صلى الله عليه وسلم، في عهد أبي بكر، في عهد عمر، ثم صار لقبهم الخوارج في عهد عثمان وفي عهد علي وفي صدر عهد معاوية، ثم بعد ذلك تحول هذا اللقب إلى لقب إباضية. هذا هو، هؤلاء هم القراء. نعم. جاهز؟ نعم. جاهز البحث؟ جاهز المجهز. هل تكتبون بحوث أخرى؟ على كل حال أكتب أشياء ليس هذا أهمها. ما قصة البحث صلاة الرسول؟ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أرى أن فقهاءنا تكلموا عن صفة الصلاة منذ القديم، ولكن نحتاج إلى أن نستخلص هذا من آثارهم ونفرده في رسالة مستقلة ننتفع بها الناس، لأنها الأقدم والأقوم والأقرب إلى عهده صلى الله عليه وسلم وزمانه.